السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ انا مره اخرى جيت لكم بريكول جديد. يلاه نوضو حيدو العجز ونوضو ديرو بحالي. اللي غيدخل عندي لاول مره القناه ما ينساش ابوني، وبطبيعه الحال لايك. الناس الجداد والقدام، بريكول رقم واحد اليوم جبت لكم هاد البلاكار. غتقولوا لي عاود ثاني اسماء، هذا قديم اكثر من 20 عام. ايه اكثر من 20 عام وعدنا هاد البيبيوتيك ما سخيش بها هي، فقلت علاش لا ما نبدلش ليها اللوك. انا كتصبر في الليل بهاد اللون الذهبي ما عجبنيش، بغيت غير نجرب هاد اللون. فلون دو مام مني انه ما لقش هاد اللون، فاضطريت انني نعاود اللون السود. الله نخليكم مع التغييرات. حبيباتي كما عودتكم فلي غوتوش الاخرين كنحاول نكملهم بليبونج لان ما كتدخلش ليا ما دخلش ليا الرولو. كذلك كناخذ اون بروس. المهم الجوانب اللي ما دخلت فيهم الصباغه كنحاول نعملهم بليبونج ولا بالفرشاة ديال الصباغه. انا حبيباتي كنزيد شويه الدوليو على الصباغه باش ما تبقاش قاصحه، وتكون الطريقه ديال الصباغه كتكون سهله، كتكون قاصحه بزاف فكنلقاو مشكل باش كنصبغو. من كنديروا لها شويه الدوليو كتكون الصباغه بسهوله ومرنه.
اي فوالا انا ساليت البلاكار ديالي بالصباغه قلباتني الصباغه دخت فوالا كنتسنى ان شاء الله ينشف باش نكمل لي الرتوش كيف ما عودتكم في هذاك الديكورات ديال الليزر. كنت ديجا صبغتها بالاسود لان كنت ناويه نصبغ البلاكار بالدوغي باش يكون العكس، فبما انني عكستهم فغنعاود نرجعها بالدوغي، غندير كولا في لومبوك بطبيعه الحال ونلصقها في المكان المناسب باش يواتيني مع البلاكار ديال الفيديو السابق. صراحه جا رائع كذلك اللون الاسود مع الديكور الليزر الخشب الليزر الذهبي، جا روعه روعه البنات. ايوا كي جاكم البنات نتمنى يكون عجبكم. فوالا هنا البنات البريكو رقم جوج، عندي هذا العود بغيت نغلفو بهذا الورق ونديرهم كوم دي ايتاجير. عندي واحد البلاكار مني درت تغييرات في المنزل، فالبلاكار بغيت ندير لي ايتاجير بوغ لانستون، غندير غير غادي نعدي بهم، من بعد ان شاء الله نحيد عليه الكريدي وندير الومنيوم اللي عجبوني بزاف. فوالا انا كنغلف فيه، فوالا هذه الايد اللي عندي، من بعد ان شاء الله ونركبهم ونوريكم جميع لي ديتاشير اللي انا نكون صيبت ومن ركبتهم. فوالا دابا انا انتهيت، جا زوين حتى هو، فوالا تغير اللون ديالو تغير الرونق ديالو، يعني كاين تغيير ولا لا؟ تحديت نفسي. برافو عليا. هذا واحد الغلاف فضي شريته على قبل باش انني نبدل هاد الثلاجه. دابا جات نوبه البريكو رقم 3 للثلاجه. ايوا حتى هي مسكينه قدامت ودات وجابت في الايام، فقررت انني نغير ليها اللوك ديالها. فوالا نخليكم مع هاد البريكو رقم 3. صراحة بحنتني شوية حيت في هذيك الاعوجاجات خاصة الايد ديال الثلاجة، فاليد الثانية اللي لتحت فهي مهرسة
وحسيت الاعوجاج ديالهم شويه عذبني صراحه، البريكول شويه محني ولكن النتيجه ملي كتبان من بعد فكيهون. فحاولت مع ما امكن انني نقاد الاعوجاجات ونحاول ما امكن انني نتغلب عليهم، فالحمد لله مهم تمكنت من هذا الشيء كامل. فوالا كتكون النتيجه كتكون زوينه، فصراحه عجبني الحال وفخوره بذلك. هنا بقى لي الجوانب، الجوانب يكون ساهلين حيت دابا حتى الثلاجه ديال هذا الوقت هذا كيكونوا بلا، كيكونوا شحال هكا، غيكون سهل انه الانسان يبدل لهم الديكور ديالهم. يعني هنا الجوانب ما محنونيش لهذا الجانب لا الجانب الاخر. اي فوالا احبائي، هنا ساليت فجات رائعه. فوالا تغيير صراحه تغيير رائع وجذري واخا تلحنت شويه ولكن كانت النتيجه رائعه جدا. قالت لي بنتي شيماء واو مامو جي بريفير لا كولور غريز، عجبها اللون الرمادي فريمون جات زوينه. المهم فوالا البلاكار قبل وبعد، الثلاجه قبل وبعد. نتمنى احبائي المشاهدين يكون البريكول ديال اليوم يعجبكم، ونتمنوا تحيدوا العكز فكتكون تغييرات رائعه ان شاء الله. كنوعدكم بالفيديو القادم التغييرات الجذريه كلها اللي درت في الغرفه. السلام عليكم.